ورجعنا لكم في الفيديو الثالث ونركز مع بعض. احنا اخذنا فيديوهين، فيديو مراجعة اول، رجع الديالوج، فيديو مراجعة تاني، رجع الكمبليت. الفيديو الثالث ده هيراجع القطع. تترك اخر سؤال في الامتحان وتسيب صفحتها فاضية كده عشان تمخمخ فيها، انت بتاخد فكرة عنها بس كده. ممكن تستعين بجملة منها او جملتين في الباراجراف او الريفيو، يعني ممكن تستغلها في تركيبة او حاجة معينة. بنعمل سكان للقطع دي. جون وميري من ار فروم سويدن، ذا وينتر هوليداي تو سبين، راحوا اسبانيا واحبوا يتعشوا، شافوا جود ريستورنت، لقوا واحد واقف بره هو ومراته. الراجل كان شكله كول وكده هيسمايل قدام. طبعا جون وميري من السويد طبعا حيوه وجاوبهم بالسويدي. هما طبعا فرحوا جدا بجاوبهم بلغتهم كمان، هما جايين اسبانيا. سالوه ان هما يرشح لهم ريستورانت او مطعم، فرشح لهم المطعم في قال لهم بيقدم بيست فود ان سبين في اسبانيا. دخلوا المطعم طلبوا اكله اسمها باهيلا. باهيلا ديت عباره عن تو برونز اللي هما اتنين جمبريين كبار وتشيكن ورايس. الاكله دي مكونات الاكله، بس الاكل طلع سيء جدا. هنكتشف في نهايه القطعه ان اللي قابلهم واتكلم بلغتهم ده يعتبر المانجر او المدير. طبعا لازم يسوى للايه، للمنتج بتاعه او للمطعم بتاعه. عايز اعرف قطعه كويس. القطعه فيها حاجه لاحظناها في حتى في المراجعات النهائيه، فيها بند اسمه سامرايز. سامرايز ذا فيرست باراجراف، سامرايز ذا سكند باراجراف، سامرايز يعني لخص. فبجيب الفكره الرئيسيه بتاعت الباراجراف اللي موجود في القطعه. حتى انا علمتكم كانت اسطمبه كده، اتس امبورتنت تو من المهم تو ليرن، ان احنا نتعلم نقط، نتعلم الانترنت، نتعلم التكنولوجي، بيكوز ات جيفز اس، لانها تعطينا انفورميشن، بيكوز ات جيفز اس ماني. لو قناه السويس يعني في اسطمبات كده نعملها. دلوقتي هنشوف مع بعض الاسئله بتاعت القطعه، نشوفها مع بعض ونظبط الكلام. نشوف الأسئلة بقى مع بعض. شو the correct word from A, B, C or D. What is the main idea of the passage؟ main idea الفكرة الرئيسية، أو main title العنوان الرئيسي، أو main subject الموضوع الرئيسي. What is the main idea of the passage؟ واضح قوي إن a bad eating experience، واضحة جدا يعني. فبكتب واحد دي a bad eating experience. experience هي التجربة الحياتية، ولكن experiment هي التجربة المعملية. يعني خلي بالك من النقطة دي عشان ساعات بيجيب لي الحاجات دي. experience خبرات حياتية بقى. The underlined word turbulent means ده عايزين السينما بس بطريقة مباشرة. turbulent means very nice, very good, very bad. يبقى هنا very bad. prawns look like هو حاجة تشبه الجمبري. ما هو شارك مش هقول هياكلوا سمك قرش يعني. ولا crabs زي الكابوريا والحاجات دي، هي shrimps الجمبري. ومعروف البرونز ده أكلة تشبه الجمبري shrimps. طيب. هنا why do you think the man answered them in Swedish؟ ليه الراجل جاوبهم بالسويدي؟ هو رغم ان هو اسباني. To attract them، عشان يجذبهم. To attract them. To gain their trust، عشان يكتسب ثقتهم. To attract them يجذبهم. انت بتكلم لغتي بقى، يبقى انا هثق فيك. يبقى انا هثق فيك كل اللي هتقولوا لي هصدقه. ماشي. What did they order؟ طبعا بايلة، البايلة دي اللي هو الاكلة بتاعتهم. هما اللي طلبوها. طب الانجريدينتس بتاعتها مكوناتها ايه؟ كانت ايه؟ طبعا التو برونز، وكانت التشيكن، تشيكن اند رايس. وهنشوف الاجابات النموذجيه على البورد دلوقتي. طيب do you think، هل تعتقد جون وميري enjoyed eating in the restaurant؟ No they didn't. ليه؟ Why or why not؟ ليه وليه لا؟ Because the food was terrible. كان awful or terrible، حاجه مزعجه يعني، مقرفه يعني. انت شفت ازاي الاكل كان سيء للغايه. وطبعا الراجل سوق للمطعم بتاعه، فتخلي بالك لازم نقرا قطعه كويس جدا. هيجي لي فيها اسئله تفكير نقدي. وات دو يو ثينك، وانا علمتكم حاجه حلوه في التفكير النقدي. وات دو يو ثينك، لو قطعه بتتكلم عن حاجه حلوه، انترنت تكنولوجي، اكتب اي ثينك اتس اميزنج، بلاش جود ونايس. طب واي؟ بيكاز ها ات ميكس اور لايف ايزي، حلوه قوي. طب لو بتتكلم عن حاجه وحشه، I think it's terrible. ليه؟ It makes our life hard. ماشي؟ هنشوف دلوقتي الإجابات على البورد. ودلوقتي هناخد بقى الإجابات اللي قطعة على البورد. الباسج أهي، كتبت اسم السؤال ورقمه.
طبعا دي اباد ايتنج اكسبيرينس. بص كتبت الاجابه ازاي، واحد دي وكتبت وحطيت اول حرف كابيتال وفي ستوب، اثنين سي فيري باد، ثلاثه سي شريمبس، اربعه بيكار هي وونتس تو اتراكت ذيم، هي وونتس تو اتراكت ذيم ويريد ان يكسب ثقته، ها او ممكن نقول هي وونتد عشان القطعه في الماضي ماشي، هي وونتد تو اتراكت ذيم. طبعا الاكله الطلبه هي the ingredients are two prawns, chicken and rice. طيب هنا طبعا ستة نو حطيت الكومة they did it وحطيت النقطة and the food was very terrible. دي الإجابات كده بص فيها كده وشكلها ورقة الإجابة بيبقى بالمنظر ده. في مشكلة فيها كده؟ يعني قطعة خارجية تترك آخر سؤال يحل في الامتحان. بنقرأ الأسئلة الأول وبعد كده بنقرأ القطعة وبعد كده بنتعامل مع القطع، ان ممكن يكون اجابه اول سؤال في اخر القطع، عادي خالص بتحصل كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا منها.